تماشيا مع سائر دول العالم، تنظم مملكة البحرين عدة فعاليات توعوية بخصوص مرض سرطان الثدي الذي تم تخصيص شهر أكتوبر للتوعية به. للتعرف أكثر على فعاليات المملكة حول هذا المرض وطرق الوقاية منه، يسرني استضافة الدكتورة زينب عبد الرزاق استشاري الأورام والدكتورة نوف الشيباني أخصائية جراحة عامة وجراحة أورام الثدي والترميم بمستشفى الملك حمد. أهلا بكم. أهلا. نورتونا بداية في برنامج باب البحرين، وأكيد سعداء بوجودكم معنا، خصوصا أن موضوع التوعية بخصوص مرض سرطان الثدي جدا مهم وفي هذه الفترة، والاستوديو صاير وردي يعني طبعا لأن اللون الوردي هو لون شعار اللي يمثل مرض سرطان الثدي. يعني فبداية يمكن راح أبدأ معك دكتورة زينب، يعني نتكلم عن الفعاليات التي تقام سنويا في مملكة البحرين للتوعية خصوصا خلال شهر أكتوبر، يعني هل هناك شعار لاحتفالية هذا العام؟ نعم طبعا، مثل ما جرت العادة كل سنة أكتوبر صار هو شهر التكثيف الجهود للتوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. هذه السنة صار شعار الحملة يلا نفحص، لأنه أوريدي صرنا نفحص، فيلا نفحص هذه السنة همينة. طبعا راح تكون الحملة عبارة عن حملات توعية مو واحدة فقط، خلال وسائل التواصل الاجتماعي وخلال موقع المستشفى، وأصلا في همينة مثل وركشوب أو ورشة عمل راح تكون ما بين 27 إلى 29 أكتوبر الجاري في داخل المستشفى. راح يكون فيها مثل توزيع منشورات تتعلق بمعلومات عامة عن سرطان الثدي وكيفية التعامل معه وأهمية الكشف المبكر عنه، زائدا مسابقات وهدايا عينية خلال هذه الحملة لخلق جو مرح يعني للمرضى، حتى تكون مثل كاحتفالية. نعم. في هذا الشهر يعني هذا النوع أو من هذا النوع من الفعاليات، هل تستشفون معرفة الزوار بالمرض إذا في نسبة كبيرة تعرف عن المرض أو أهمية الفحص المبكر؟ طبعا حملاتنا دائما على مدار السنة في حملات داخلية وحملات خارجية. الحملات الداخلية هي حملات توعية. نعم. نقوم بها لكل الكادر الطبي لأهمية الالتفات للنساء فوق سن الأربعين لتحويلهم للفحص، حتى لو كانوا ما يشكون المراجعات لأي سبب آخر، التفات لهذا النوع من الكشف المبكر للثدي. زائدا نصح وإرشاد مريضاتنا أنه بضرورة تشجيع قريباتهم لعمل مثل هذه الفحوصات، وهذه على خلال السنة. أما في شهر أكتوبر تكون حملات التوعية المعلن عنها اللي تستقطب كل كافة فئات المجتمع، طبعا الكل يجب أن يعرف عن هذه الحملات، خاصة النساء فيما فوق سن الأربعين. يعني يمكن بنتقلك دكتورة نوف، يعني كيف يمكن للمرأة فحص نفسها عشان تعرف إذا هي قد تكون مصابة؟ طبعا احنا ننصح ان السيدة من سن العشرين تبتدي بالفحص الدوري اللي هو اسبوع واحد بعد الدورة، تبتدي تفحص الثدي امام المرأة او اثناء الاستحمام. تحاول تتعرف على الثدي، يعني احنا ما نقول ان سن العشرين هي بيها مرض السرطان، نسبته كلش قليلة في هالسن، يعني توصل في الوحدة ممكن في كل 2000 حالة واحدة في سن العشرين تكون، بس ان المرأة وظيفتها في هالسن ان هي تتعرف على الثدي، تتعرف على شكله، لان كل سيدة تختلف عن الثانية، فلما هي تبتدي من سن مبكر تحاول تعرف شكل صدرها، تشوف هل في اي اختلاف شيء، يعني مع الفترات اللي بعدها اذا صار اي اختلاف فهي بتكون اول واحدة تكتشف هالشيء. اكيد يعني يمكن في معلومة جدا نادرة الأشخاص يعرفونها، وهو أن أيضا الرجال يصابون بسرطان الثدي. وعندنا قلة وعي بهذا الموضوع، يعني الرجال أبدا أو الرجل لا يقلق بشأن هذا الموضوع، فشنو نصيحتك للرجال أيضا؟ نصيحتي طبعا إن اللي هو المتعارف عليه أن سرطان الثدي أنه هو بس في النساء، بس لا، هناك 1% من سرطان الثدي يكون موجود عند الرجال. نعم. وللأسف يتم اكتشافه غالبا متأخر لأن لقلة الوعي. فنفس الشيء نشوف الناس اللي هم عندهم تاريخ عائلي طبعا يحاول انه هو يفحص مبكرا، ونفس الشيء اذا لاحظ اي تغير في شكل الثدي، اي نتوءات غريبه
أي إفرازات غير طبيعية أو تقرحات في الجلد فإنه هو يستشير طبيب. نعم، يعني دكتورة زينب أكيد تطورت العلاجات الحين، فيريد تحدثين عن بعض العلاجات المتطورة في علاج هذا المرض. أكيد نوعية العلاج وكمية العلاج اختلفت، وهناك طفرات نوعية في علاج سرطان الثدي. بالستينات كانوا ما يعرفون غير أنه استئصال الثدي بالكامل. الحين في كثير جراحات متعددة، أنواع جراحية متعددة، يمكن دكتورة نوف تتكلم عنها لاحقا. غير أنه العلاجات الكيماوية أيضا اختلفت، صاروا يشوفون أنه الكواليتي أوف لايف يعني نوعية الحياة، والمريضات صاروا يعيشون أكثر مع هذه العلاجات. كثير من العلاجات الخطيرة صارت تنمحي من البروتوكولات العلاجية، وعلاجات أبسط صارت تدخل غير عن العلاج الشعاعي ونوعية ومساحة المساحة الجسم المعرضة للعلاج الشعاعي قلت. غير عن أنه في التسعينات بدأت تظهر العلاجات المناعية targeted therapy، وهم يعني شفنا نسبة شفاء عالية جداً بالآونة الأخيرة. نعم، يعني دكتورة نوف يمكن هاي يبني لموضوع الترميم بالتحديد، لأن في نسبة من الأطباء لما يقومون بعملية الاستئصال ينسون جزء الترميم وينسون طبعاً العامل النفسي أيضا للمرأة طبعاً في شكل المكان وشلون بتتقبل المكان بعد استئصال، سواء كان العضو كامل أو حتى بس مجرد الورم. طبعا نفسية المرأة تتأثر كثير بموضوع استئصال الثدي كليا، ونفس ما تفضلت الدكتورة زينب في السابق كان هذه هو الحل الوحيد. نعم، لكن الحمد لله مع تطور العلم مع تطور التكنولوجي صار بإمكاننا المحافظة على صدر شكل الصدر في معظم الأحيان، لأن معظم المرضى يجونا في وقت مبكر، فنستطيع استئصال جزء من الثدي ومع عمل نوع من العمليات ان احنا نحافظ على شكل الثدي، وفي نفس الوقت ناخذ عينه طبعا من الابط، مش نفس قبل كنا نسوي تنظيف مره واحده للابط بما يحويه من مخاطر ومضاعفات بعد العمليه ويؤثر على نفسيه المراه. واذا لا سمح الله وصل المرض مرحله ان نحتاج نستأصل الثدي، فاحنا نقوم بعمليه الترميم اثناء العمليه نفسها، يا اما باستخدام انسجه من الجسم نفسه أو أنسجة خارجية مثل المتعارف عليه اللي هو السيليكون. والحمد لله الأشياء كلها موجودة في أمريكا وأوروبا وأصبحت متوفرة عندنا هني. يعني يمكن لأنك ذكرتي السيليكون دكتورة أيضا تحضريني لسؤال ثاني، يمكن هل ممكن عمليات التجميل عمليات تكبير الصدر وغيرها تؤدي أيضا إلى سرطان الثدي، لأن في مادة غريبة تدخل في جسم الإنسان؟ لا، آخر البحوث اللي بينت لنا أن ما لها علاقة بسرطان الثدي. وجود السيليكون ممكن يؤخر اكتشاف بعض الأورام، لأن ممكن تعرفين التصوير يكون أصعب أنه يعني يلقط الورم، بس بعد أحين مع تقدم التقنيات توفر الـ MRI باتت هالمشكلة بعد مو متواجدة تماما. يعني دكتورة زينب يمكن وجودكم اليوم مهني مهم عشان نتكلم عن الفحص الدوري أو حتى الفحص المبكر، يعني في الدول الغربية مثل إنجلترا بالتحديد 8 من 10 نساء مدى الحياة عندهم يزيد لأنهم اكتشفوا المرض مبكر. صحيح. في حين الدول النامية يكون أقل والوفيات تصير أكثر لأن ما في كشف مبكر. فخلنا نتكلم شوي عن الكشف المبكر وأيضا الفحص الدوري. طبعا مهم جدا الكشف المبكر، وتكمن أهميته في نسب الشفاء التام اللي نحصل عليها في حال المراحل، في حال اكتشفنا سرطان الثدي في مراحل المبكرة تكاد تصل إلى 97 أو 98 وأكثر بالمئة نسبة الشفاء. في حال إذا المرأة خافت وحاولت تخبي الموضوع وترفض الذهاب إلى المستشفى وللفحص، لا ما أريد أفحص ما أريد أكتشف شيء خليه، طبعا نكتشفه في حالات متقدمة أحيانا، وفي هذه الحالات نسبة الشفاء تصل إلى أقل من 20%. فبالعكس الوعي ازداد خلال الفترة الأخيرة، وجهود الإعلام وجهود كل الكوادر الطبية بنشوف أنه نسب اكتشاف سرطان الثدي مبكرا صارت أعلى بكثير من اكتشافه بمراحل المتقدمة. نعم. مثل إحنا في مستشفانا خبرتنا إحنا الأرقام اللي وصلنا لها، في مثلا في عام 2013 تم اكتشاف 24 حالة سرطان ثدي، 10 منهم كانوا في مراحل متقدمة. في عام 2014 اكتشفنا 29 حالة سرطان ثدي، 17 منهم كانوا في مراحل متقدمة.
مما حثنا على زيادة التركيز على فقرة الحملات التوعية والكشف المبكر. في هذه الأرقام في هذه السنة لغاية سبتمبر الماضي كانت مبشرة جدا، بحيث تم اكتشاف حد الآن 19 حالة، 15 منهم كانوا في مراحل مبكرة وتمثلنا للشفاء التام الحمد لله، 4 فقط كانوا في مراحل متقدمة وحاليا يخضعون للعلاج. نعم، يعني إذن هذا يؤكد على أهمية الكشف المبكر، خصوصا أن سرطان الثدي كان أو ما زال هو ثاني سبب وفاة عند النساء بعد سرطان الرئة. نعم. فيعني الفحص المبكر ممكن يغنينا، لأن عمليته جدا سهلة، عملية إزالته. نعم. إذا عرفنا عنه في وقت مبكر، يعني حتى تكون العلاجات اللي تخضع لها المريضة في حالة اكتشافها مبكرا بسيطة جدا، نوعية الجراحة بسيطة، نوعية الكيماوي اللي تاخذه، نوعية العلاج الشعاعي أبسط بكثير، يعني نجنبها كثير من خطورة العلاج، وما ينتشر الورم برا الثدي. بالضبط، أي نسبة الشفاء عالية، بما يوفر على المريضة وحتى يوفر على الحكومة مبالغ طائلة في علاج هذه الأورام، يعني معروف علاج الأورام مكلف نسبيا. يعني دكتورة نوف، يمكن بنتقل لك الحين عشان تكلم عن عامل بسيط وهو الأغذية اللي نتناولها. احنا اكيد نعرف ان كل شيء يدخل في جسمنا له تأثير سلبي او ايجابي، فما هي الأغذية المناسبة لمقاومة السرطان؟ الأغذية المتعارف عليها اللي هي الأنتي أوكسيدنت، الكركم عندك اللي هي مضادات الأكسدة، مضادات الأكسدة. نعم. اللي هو الكركم، الرمان، البروكلي، وفي اللي هي فاكهة شريفة. إيه؟ تكلمنا عنها. أيوة. فلوحظة حتى في مؤخرا بحث على بذرة الكتان، قالوا إن هي من الأشياء اللي طبعا تساعد في يعني تقليل نسبة الإصابة بمرض السرطان، وفي نفس الوقت النساء اللي مصابين بالسرطان يقلل من فرصة إن المرض يرجع لهم مرة ثانية ويقوي المناعة عندهم. إذن يعني الأشياء كلها أشياء طبيعية مثل ما ذكرت، يعني هي هو دائما أحسن أن نبتعد عن الكيميكالز أو المواد الحافظة. أكيد طبعا. نعم. يعني دكتورة زينب، هل هناك تعاون من مختلف الجهات الطبية للقضاء على هذا المرض؟ نعم، احنا عندنا في مستشفى الملك حمد عيادة مشتركة تضم جميع الاختصاصات من الأشعة التشخيصية والتداخلية، أخصائي الأنسجة، أخصائي الطب النووي، والجراحين جراحة الثدي والجراحات العامة والأورام، لمناقشة كل حالة منذ بداية التشخيص ووضع استراتيجية العلاج من البداية إلى النهاية. هذا مما يقلل الأخطاء الطبية كثيرا، ومما يعني خلينا أنه نبدأ العلاج بالسرعة الممكنة. بهذا همين أحب أشكر زملائي في المستشفى لحرصهم الشديد ودقتهم على إعطائنا النتائج بالسرعة الممكنة، حتى لقطع حاجز القلق للمرضى في انتظار النتائج، وأهلهم يكونون جدا قلقين. فإحنا عندنا يمكن من أسرع المكانات في البحرين بهذه النقطة، أنه إعطاء النتائج بالسرعة الممكنة وتوفير العلاج بالمستقبل. ومع ذلك همين في عندنا احنا اجتماعات مشتركة دورية أسبوعية مع قسم الأورام في مجمع السلمانية الطبي، مشكورين دائما في عندنا ترابط معهم. وهذا همين يتيح للمرضى انه الاستفادة من اكبر خبرات موجودة في البحرين. نعم، يعني العامل النفسي دائما نقول جدا عامل مهم في الشفاء وايضا في العلاج. دائما نقول هاي الشيء، يعني إذا أنت اكتشفت أنك مصاب بالمرض خلاص الحين أنت مصاب فيه، هو شلون تتقبل المرض وشلون تتعايش مع المرض. فسؤالي لك دكتورة نوف، يعني هل هناك اهتمام بالعامل النفسي بإعادة التأهيل، إعادة تأهيل المرض، نخليها تتعود على الموضوع بعد ما صار، أو الاستئصال أو غيره، وحتى من البداية يعني من أول لحظة تكتشفون أنه هو مثلا ورم خبيث؟ طبعا مثل ما قالت دكتورة زينب، عندنا في عيادة الثدي الميزة اللي عندنا ان احنا اول ما يوصل المريض، طبعا اي مريض يجي العيادة الموضوع يتعلق بالثدي، يعني معناته لازم يكون في قلق، السيدة تبي تعرف النتيجة في اسرع وقت ممكن، احنا نستقبلها، نهديها، ناخذ منها جميع المعلومات والتاريخ، واذا كان عندها تاريخ عائلي نفحصها. إذا شفنا الحالة مستدعية أن في شك كبير أن هي تكون سرطان،
على طول نتخذ الإجراءات اللازمة في نفس اليوم، نسوي لها التصوير، ناخذ لها عينة، يعني خلال أسبوع تكون النتيجة جاهزة. وهذا شيء طبعا تتميز في المستشفى عندنا، مستشفى الملك. بالإضافة إلى كذي نحاول دائما أن نستأذن المرضى اللي أوريدي مروا بهذه التجارب من قبل، أن هم يعني يشاركون تجارب، يشاركون يبلغونهم هل شنو اللي صار معاهم، شلون طافوا هالمرحلة. وغير كذي عندنا الأخصائيين النفسيين اللي لهم أكيد دور كبير، لأن السيدة ما يوقف الموضوع عند الاكتشاف المرض والجراحة، تحتاج بعدها إلى علاج طويل، تحتاج إلى متابعات طويلة، فتحتاج دعم كبير. وطبعا نهتم طبعا بالأسرة، يعني نتكلم مع أفراد الأسرة بحيث أنهم يوقفون متكاتفين كلهم صف واحد في مواجهة المشكلة، لأن السيدة طبعا ما تقدر بروحها تواجه هالشيء. يعني أنا فعلا أحب أن أختم الكلام بأني أقول أن لو في فعلا سيدة مصابة تابعنا الحين أنها تحاول تعدل نفسيتها، وأقولها بكل بساطة، لأن النفسية جدا جدا عامل مؤثر في الشفاء. وأيضا أن نواظب على الفحص المبكر، لأن هذه إن شاء الله راح يغنينا أن احنا نمر بكل العلاجات الكيماوي والإشعاعي وغيرها. أنا سعيدة جدا بوجودكم، يعني أنتوا وجه لمرض جدا مهم، يعني والمرض على الرغم من أنه ممكن يعتبر مرض قبيح لكن يحمل ألوان جميلة. أتمنى أن فعلا تكون نهاية كل شخص يكتشفه مبكرا الشفاء بإذن الله. وأكيد سعيدة بوجودكم مشاهدينا. كان معنا دكتورة زينب عبد الرزاق استشاري الأورام، والدكتورة نوف الشيباني أخصائية جراحة عامة وجراحة أورام الثدي والترميم بمستشفى الملك حمد. شكرا لكم. نظمت جامعة العلوم التطبيقية ورشة عمل بعنوان قيادة البحث خلق القدرات تحت رعاية البروفيسور رياض حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وبحضور الدكتور سلطان أبو عرابي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية، وعدد من الأكاديميين. المزيد في التقرير التالي.